طب يعني ده بيدفعني ان انا اسالك سؤال بخصوص فرقه الاصدقاء. السؤال ده يعني انا اللي عايزه اساله لك شخصيا. انا كنت من اشد المعجبين بفرقه الاصدقاء، وكانت فرقه جميله وناجحه وبتقدم حاجات لذيذه وليها معنى، اجتماعيه جميله واجتماعيه حلوه قوي شبابيه جدا. ما سبب توقف هذه الفرقه؟ اول سبب حنان كانت ارتبطت بالزواج. طب ما كانت بالزواج وكانت بتغني، وبعدين كان في بديله لحنان معايا. طيب جيت انا بقى مشكلتي ان انا، وانت قلتوها في اول في الفيلم تسجيلي، ان والدتي ما كانتش عايزاني خالص اكمل. الله يرحمها. الله يرحمها. يعني كانت تيجي لنا سفر تكلم استاذ عمر تقول له لا بنتي مش هتسافر. والله يا حبيبتي ده احنا فرقه وانا معاهم وما تخافيش، طب تعالي معانا، تقول له لا برضه بنتي خالص. فكانت مش عايزه خالص العمل يخرج من اطار المعهد الموسيقى العربيه او فرقه الموسيقى العربيه. بالعافيه بالعافيه اطلع في فرقه الموسيقى العربيه سولو، تقول لي مش عايزه الناس تتفرج عليكي، انا بغير عليكي، مش عايزه الناس تتفرج عليكي. طب اللي انا عايزه اقوله ان حنان لما اتجوزت غنت وجوزها كان هو المنتج بتاعها. ايوه. طب ايه المانع انها كانت تستمر في فرقه الاصدقاء؟ ما المانع؟ ما انا مش عارفه التفاصيل. اكيد في اسباب اخرى بيقولوا عليها، مش عارفة، لأن قعدت شوية لما هي اتجوزت في الأول وخلفت. يعني الكبير في أسباب أخرى. هي دي الأسباب بصراحة. يعني بالنسبة لحنان كان ارتباطها. طيب. وبعدين أنا بقى الأسرة لحد بقى فين مع عنيد بقى لما غني لوحدي. طب تحب أقول لك أنا الأسباب؟ بجد؟ يا ريت. تسمعيها لأول مرة ولا تعترفي أنت لوحدك؟ دي الحقيقة اللي أنا عارفاها. والله؟ إيه هي؟ بيقولوا ان أنانية الفنان داخل كل من منى عبد الغني وعلاء عبد الخالق ونرجسية الفنان داخل حنان جعلهم يقررون يعني اجهاض هذا الحلم. يعني والله ما كان فيه حلم عمار الشريعي، هو ما كانش فيه هدف غير اللي انا قلت حضرتك عليه، بس ممكن دي تكون موجوده. يعني دايما الناس بتبتدي جروب، باين بيبقى عايز بعد كده زي الفرق المصاعي بيطلع بعد كده جروب، بعدين كل واحد عايز بيبقى عايز يبقى النجم الاوحد، او بيبقى عايز الناس تشوف امكانياته اكتر. ممكن تكون دي موجوده، بس هي الاسباب الحقيقيه الاجتماعيه بالنسبه لي. بعد كده بقى لما اقول لك على حاجه تجاوبيني على طول ولا اقول لك انا الاجابه؟ اوكي. طيب بقول لك ايه، دي حاجات قديمه قوي. لا ده بس انا هسالك سؤال. مامتك الله يرحمها كانت رافضه فرقه الاصدقاء، طب وازاي وافقت؟ ازاي غنيتي على انك تنفصلي وتغني اغاني لوحدك؟ ما هي بعد ما توفاها الله بقى، انا بابا كان مشجعني. فبعد ما توفاها الله انا عملت الالبوم ومثلت اول مره مع يوسف مرزوق في مسلسل برج الاكابر وكده، استاذ يوسف مرزوق الله يرحمه. يعني ده حصل بعد وفاه والدتك. يعني لو الله يرحمها كانت موجوده طول الوقت ده، ما كانش بيبقى في منى عبد الغني خالص، ما كنتش هتغني خالص بتاعه الاصدقاء دي، كنت هتفضلي في قلب فرقه موسيقى العربيه فقط. لا وبالعافيه، لا ما كنتش هكمل بقى اي فرقه دي اللي هي هتشتغل من غير حفلات. والدتك كانت محجبه؟ كانت محجبه في العصر ده، يعني كان الواحده محجبه دي ما كانش منتشر كده خالص. يعني ما انا عايزه اسال يعني اذا كان يمكن هي كانت محجبه وملتزمه قوي ملتزمه واخواتها كل العيله، يعني ما عندناش حد فنان في العيله. انا بقى اللي كنت حاجه يعني بالنسبه لهم غريبه. وهي كان عندها حميه كده يعني والله مش موجوده عند بعض الرجال اللي من دول. يعني ما تقولي اما ام تقولي ما مش عايزه حد يبص عليكي، عايزه حد يتمتع ببنتي ويقف على المسرح. دي حاجات مش موجوده النهارده. تقولي مثلا لما نمشي تقولي تعالي بس كده من شارع ما فيهوش نور ولا ناس، احنا من حي شعبي في شبرا. ما تجيش بقى. مش شوفي امهات النهارده بتقوم بناتها ترقص في الافراح عشان الناس تتفرج عليها. ودي كانت تقول لي تعالي معلش نمشي من على جنب كده عشان ما حدش يسلم علينا ولا في حاجات كده. بتعجبك يعني بقى دلوقتي حسيتيها؟ يعني هل تعتقد انك دلوقتي رجعتي او عملتي عوده حققتي حلم من حلم والدتك الله يرحمها؟ طبعا الحمد لله. هي كانت تحب ان انت تبقي محجبه هي حلمها وحلم ممدوح اخويا الله يرحمه. كلهم كانوا نفسهم ان انا سمعنا معلش ازيد. احنا عارفين ان انت يا جماعه انا ملتزمه ومعيده والناس بتحترمني وبتاع. لا احنا عارفين ده كله، بس فين حق الله عليكي؟ يعني فين امتى بقى تعبدي ربنا؟ طب انا هسالك سؤال يعني معلش هقول لك قصة يمكن مؤسفة شوية أو تحزنك شوية، بس اسمحي لي إن أنا أسألك فيها سؤال وهي توقف عند أخوك الله يرحمه. هل حقيقي إن هو السبب الحقيقي والوحيد وراء قرارك بالاعتزال؟
وفاته حقيقي بشكل خاص. سبب يعني حقيقي بس مش وحيد. ليه؟ بدليل النهارده ممكن اي حد يموت لنا، اي حد. ماتت امي قبل كده وابويا توفاه الله وما هتأثرتش. يعني عزه الموت ما اثرتش فيا. الاخ شويه بيبقى صديق، بيبقى في حميميه في العلاقه. كان صغير السن؟ توفى 38 سنه. ف يعني اثر فيا، بس ما نقدرش نقول السبب الوحيد، والا كان اي حد مات له حد او اخ كانت حجب زهد الدنيا وزهد. لكن لا، انا كنت عايزه ده. واسالي كمان في المسرح، انا كنت شغاله في مسرح عصام امام وناجحه جدا، ويجي الكوافير اقول له ايه هات لي بواريك، بعدين يجيب لي بواريك اقول له تاني يوم ايه، طب انا هوديهم فين لو اعتزلت؟ والله ما فيش، وما فيش ايام واعتزلت. يعني بقول له طب انا هشتري البواريك دي، طب هوديها فين لو اعتزلت؟ شعر بقى وبواريك اعمل فيها ايه؟ لا بلاش، ارجع في كلامي تاني. وعيني على ان انا في يوم من الايام هلتزم من الاول، معرفش انها حسن. قريبه جدا يعني، ربنا يسدد لي بقى السبب. فهو مش السبب الوحيد، انما اللي عجل بالعظه نفسها اني الاقي اخويا ما فيش اكبر مني بحاجه بسيطه. يعني هل انت اتحجبتي نتيجه للخوف، للخوف من المجهول، ولا يعني عايزه ايه؟ عايزه ان هو مات ضغطه من غير اي سبب. فانا ممكن انا كمان وانا شغاله على المسرح وانا مش جاهزه، وانا ناقصني طاعات كتير، في بيني وبين ربنا لسه حاجات عايزه اعملها. ف العظه جات لي من هنا. ربنا كان مريض ولا حاجه، داخل يتوضى مفيش اي حاجه خالص. يعني هي دي العظه. يعني طب هو حاله كان ايه؟ كان على طاعه. طب وانا على حالي هيبقى ازاي؟ طب هل دي كانت امنيه من امنياته؟ جدا. يعني كان يكلمني قبليها بكام يوم، قبليها بثلاث ايام كان معايا يقول لي امتى بقى تلتزمي، وامتى اشوفك متحجبه، وامتى ما يقولوش بقى زي فلانة الفلانية الفنانة لما كده، لا عايزك تبقي زي نساء المؤمنين وكده. ويكلمني عن الله لحد ما راسي تقع من الكلام. اقعد كده اقول له بص انا بحب شغلي جدا، اوعى تقول لي سيبي شغلي. انت تقول لي اعملي اي حاجه في الدنيا بس الا اني اسيب شغلي. مفيش ثلاث ايام بقول له شغلي وحياتي. لاني كل اللي في قلبي هو شغلي والشهره والبتاع. كل ده بقى صفر، وربنا صغره في عيني في ثانيه لما لقيت اخويا جاي في الطياره. في طبعا وهو جسماني، يعني مش عايزه حديثنا يبقى تقيل يعني على الناس، الله يرحمه. فقلت طب ده في ثانيه بنزل، ده كان بيكلمني ده في ثانيه نزل. طب ما انا لما هنزل هبقى جاهزه زيه. هو كان جميل بقى الحج وكل فلوسه على المصاحف والقران وماشي طبطب على الناس، بتصلي ما صليتش ليه؟ طب انت عامل ايه؟ طب مش عايز حاجه؟ صله رحم. طب هعمل ده امتى كله؟ وبعدين انا عماله اجري واجيب فلوس واروح المسرح لمين؟ مين اللي هيسال عليه؟ انا هسيبه وهنزل اتحاسب عليه مليم مليم. فيعني كانت حكايه عايزه واقفه. الحقي بسرعه، عايزه اتقل ميزان حسناتي، عايزه اعمل كل ما يحبه الله. طب ايه يا جماعه ربنا بيحب ايه؟ طب مش عارفه ايه. عمري ما حضرت درس علم، لما كان كلامه ليا بيدخل قلبي على طول. بيحببني في الصحابه، بيحببني في سيره الرسول عليه الصلاه والسلام. الله، طب انا اعرف ايه عن الرسول؟ ما اعرفش عنه حاجه غير ان انا في البطاقه مسلمه واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. مين محمد ده؟ بقيت اسمع كلامه عن الصحابه وبتاع. ده حببني في الالتزام قوي. طولت عليكي؟ لا بالعكس، ده كلامك جميل جدا وممتع والله، وانا يعني بحترم وبقدر الكلام الحلو اللي انت بتقوليه. يبارك فيك يا رب. طب لحظات اتخاذ القرار تفاصيلها ايه بقى بالظبط؟ عملتي ايه بقى ساعتها؟ ايه اللي حصل؟ مين اللي بلغتيه؟ مين كلمتيه؟ عملتي ايه؟ لا، اللي خلاني الف حوالين نفسي في فتره العزاء هو في باريس. ومات في باريس. وفضل الله ما لقولوش مدافن مسلمين هناك، فجاي في الطياره واروح استقبل. حطيت فلار كده صغير على استقبل مراته واصحابه كلهم وهو مش معاهم. وهو على الطياره في الصندوق وهيقعد الصبح عشان قعدت اليوم ده لف حوالين نفسي بجد. جيت اكل ما عرفتش خالص، فقلت يعني انا لو ربي قدر ان انا في ثانيه دلوقتي ده مات من غير مرض. يعني انا داخله اتوتى مثلا زيه، حصلت لي اي ظروف، امتى هتبقي جاهزه؟ قعدت الف حوالين نفسي. ليه صديقتي نوجي ابازه في صوت العرب، قلت لها نوجي
انا بعت القضيه خالص. قالت لي ازاي؟ قلت لها خلاص الدنيا صغرت في عيني، انا مش عايزه حاجه، مش عايزه حاجه من الدنيا، انا عايزه اجهز بس، اجهز للقاء ربي. بس هو كان مجهزك نفسيا بالكلام بتاعه؟ الكلام أصلاً. وكان يديني شرايط ما اسمعهاش، زي عادتنا كلنا بنترعب، ما بنحبش نسمع كلام كلام وعظ وكلام فيه ترهيب وكده. فهو كلامه كان فيه ترغيب، حلو كلامه حبيب قلبي، كان فيه ترغيب يحببك في الدين ويحببك في خلق المسلم. بقول لك يعني ماشي، ما كان يحصل له ابتلاء وعنده ارض فيها باليتات اخشاب في باريس وكده بتاعت الفواكه والحاجات دي، كانت تولع، يجوا الاجانب اللي بيشتغلوا عنده يلاقوه بيقول الحمد لله، ايه الراجل المجنون ده المسلم ده اللي بيقول الحمد لله على ابتلاء. فبقيت افهم منه يعني ايه ابتلاء، ويعني ايه تحمدي، ويعني ايه تجهزي، ويعني لا حقيقه علمني كتير قوي بحب. عشان كده انا بقول الانسان اللي بيدعو الى الله بطبيعه حاله كده من غير ما يقعد يخوف في الناس، احسن وسيله لمعرفه الله والحب طبعا والرسول. مفيش كلام، رحمه الله. يعني احنا طولنا عليكي. لا والله ارجو، ولكن انت قلتي يعني هي بس الصديقه دي الوحيده اللي بلغتيها وقلت لها انا خلاص بعت الفن وبعت كله. نوجي صديقتي مربيها، تعتبر الابنه يعني للحاج ياسمين الخيام. فقلت لها وهي كانت جت عزتني، وهي كانت وهي محجبه. طبعا وبعدين جت عزتني ست، ما يعني هي دي نموذج على الارض، ما بتكلمش حد في الله ولا بتدي دروس ولا اي حاجه، هي لوحدها كده دخلتها كده جميله. جت عزتني حاجه اسمي وما كلمتنيش في اي حاجه خالص. للحق بقول الكلام ده، الناس يعني يقولوا ايه الدروس واللي مش عارفه ايه وكده حاجات كده. فاول ما حاجه قلت لها بلغي بقى الحاجه بقى هي مربياها، قلت لها بلغيها بقى عشان تفرح. وبلغت بقى، لقيت بقى حاجه نوره بتكلمني، وحاجه ناس ما عمري ما كانوا اصحابي بحترمهم من بعيد لبعيد وبقدرهم جدا جدا. مين اول مكالمه جات لك؟ جات لي اثر كلمتني، اثر حكيم. وكلهم شريف منير وكل المجموعه اللي كنت معاها في المسرح، بركودي ومن المعتزات كلهم حقيقي، حاجه سحر حمدي، حاجه نوره، عمري ما كنت اعرف تليفونها حتى. كلهم بيباركولي وحسسوني الحمد لله. يعني حسيت ان الجو جميل وخير وان في ناس صحبه في الله والحاجات الجميله. واستمرت علاقتك بيهم واتصالاتك بيهم ولا بعد الحكايه؟ طبعا طبعا طبعا، ما انساش ابدا ابدا اي حد قال لي كلمه طيبه، يعني ربنا يبارك له. اي مناسبه اي حاجه بس بنسال على بعض طبعا يعني. الحمد لله. طب انا عايزه اسالك سؤال، ليه دايما يقولوا بيباركولي؟ يعني حتى في الوسط بتقول، حتى شريف منير اللي معاكي في المسرحيه بتقول اتصل يبارك لي، حتى اثار وهي مش محجبه بس أيوه. اتصل تبارك لي، حتى الناس نسيت ان في عزا. يعني يقولي ايه، نسيوا ان هم يعزوني في اخويا وانا لبست الابيض وبقيت فرحانه بالطاعه اللي انا فيها. والقوه على الموقف، قوه، والخاتمه اللي فيها اخويا ما خلتنيش حزين، مفيش اسود، مفيش الكلام ده. لبست الابيض على طول ولحد دلوقتي.